يكون معنا المهندس السيد حسن موسى وهو عضو لجنة الزراعة، وأيضا المهندس يوسف عبد الراضي هو رئيس الجمعية العامة لمنتجي القصب، وأيضا الأستاذ همام حسن وهو رئيس جمعية قصب الأقصر ونائب رئيس الجمعية العامة. لو نبدأ بسيادة النائب، برحب بيك سيادة النائب، ويعني ولو نعرف تفاصيل أكتر عن ما دار في اجتماع اليوم. هو بالنسبة للموضوع بالنسبة للرز وتوريد الرز كان حصل قبل كده اجتماع في مجلس الوزراء لتحديد أسعار الرز اللي هو في حدود 2400 جنيه أنواع معينة منه ومنع التصدير. احنا في الحقيقة بنقول لغاية دلوقتي ان هذا السعر مش مناسب للفلاح، لانه ده يعني ما بيديله يعني يدوب بيدي التكلفة. احنا عايزين نوع من هامش الربح، وطلبنا من الوزير ان هو يحاول زيادة هذا السعر. المشكلة كانت ان التجار بيخشوا يخدم الرز ده من الفلاح السنة اللي فاتت ب 1800 جنيه، وبعدين يبتدي يبيعه بأزيد من 4 و5000 جنيه طبقا لان سعر الرز الابيض 800 دولار للطن. انا كل اللي يهمني ان ما يحصلش اي مشاكل في الاستلام زي ما حصل في القمح، والاستلام يكون بسهوله ويسر بالنسبه للفلاح. واذا كان هيبقى 2400 جنيه ياخد فلوسه على طول، ما يطولش زي ما حصل في السكر لما الناس سلمت القصب بتاعها وقعدوا 5 اشهر بيدفعوا فوائد. الفلاح بيبيع الرز بتاعه، والمزارع القصب بيبيع عشان يسد اللي عليه وعشان يصرف وعشان يجهز الارض للمحصول اللي جاي بعد كده. لو ننتقل طيب الى مشكله قصب السكر وسعر توريد قصب السكر من 400 ل 500 جنيه. احنا اتكلمنا امبارح كان في لقاء مع رئيس الوزراء وامتد الفتره طويله جدا، كان مجموعه من النواب معاه، واتكلمنا في موضوع زياده سعر الطن او التوريد لانه غير مجزي السعر الحالي، واحنا كنا طالبين ب 100 جنيه والموضوع قيد الدراسه، واحنا يعني وراء هذا الموضوع ولا يضيع حق وراءه مطالب ان شاء الله. طيب لو اخر يعني لو اسال حضرتك عن يعني ردود وزير التموين الدكتور خالد حنفي بشان هذا الموضوع قصب السكر. الدكتور خالد وعد انه اولا هيشيل الفوائد اللي هي ال5 شهور او ال4 شهور، ووعد في النظر في الزياده لان الزياده مش رفاهيه، الزياده دي هي تكلفه حقيقيه. وبالنسبه للرز برضو احنا بنحاول بقدر الامكان لو فتح باب التصدير ما يستفدش منه التاجر، لا يرجع تاني يرجع له الفرق تاني للمزارع عشان يستمر. انا عارف ان الرز بياخد ميه كتير وان السنه الجايه هنقلل الكميات، برضه هنجد حاجات بديلة يستفيد منها الفلاح إن شاء الله.